أسعد جورجيس، هاي الخوف مكتسب أم فطري؟ شوف هذا المسخوط هذا فين بغى يدخلنا. شوف أخويا، هذا كتبوا فيه فلاسفة، وكتبوا فيه حتى علماء في علم النفس، ولكن بعجالة بدون الغوص في المصطلحات الفلسفية ولا البيداغوجية ولا كذا، الإبستيمولوجية بصفة عامة. ماشي مشكلة أخويا إبراهيم، الخوف أنا من وجهة نظري خاصة ممكن يكون غلطان، الخوف فطري ومكتسب، فطري ومكتسب، لأن حتى الأعضاء ديال الجسم مثلا العين، الخوف هو عبارة عن ردة فعل، هو عبارة عن ردة فعل، ما كيكونش الخوف هو فعل. ولذلك إذا خدينا الخوف كردة فعل، ملي نجيو نشوفوا بعض الأعضاء في الجسم ديال الإنسان كتقوم بردات فعل اللي ممكن تفسيروها إما حماية أو خوف من أذى أو كذا أو كذا. مثلا ملي كتكون غادي في الطريق وكتكون جايك شي حاجة لعينك، وأنت بحركة لا إرادية ما كتكونش في ديك الحاجة، طق كتفيق براسك بعينك حتى تسدات. هذه حاجة فطرية. الولد الصغير ربما يلاه زايد، وشي مره كتكون جالس حداه وكتلقاه درت له انت شي حاجه مثلا عبست فيه ولا شي حاجه، كتلقاه حتى هو عبر على واحد الطريقه، واحد القسمات في الوجه ديالو، ربما تقدر توصل حتى للبكاء، بانه كيعبر بانه خاف منك، من داك التصرف اللي درت معاه. اذن هنايا كاين واحد الخوف فطري، ولكن كاين شق من الخوف يكتسب، يعني كيتلقن عبر التجربة أو عبر الطبيعة ديال التفاعل الاجتماعي، عبر الكلام، عبر الأمثلة الشعبية، عبر التدريس، عبر الأسرة، عبر الإعلام، عبر 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 عبر. وهذا هو الخطير، هذا هو الخطير، لأن هذا هو اللي كيتكرس في الشخصية ديال الإنسان كمكتسب. علاش؟ لأنه حتى ملي كتبغي تحرر منه، انت ملي كتعرفوا بانه تصرف تيل ولا تيل ولا تيل، بانه اكتسبته انت من خلال الجماعه، وكتعرفوا بانه ماشي هو هذاك، وبغيت تنصل منه، كتولي دائما عندك ديك العقده ديال انك غادي تكون انت بوحدك مفروز في الجماعه. ونهار كيخرج شي واحد عن الجماعه ولا عن المألوف داخل الجماعه، كيبقاو ينعتوه دائما بنعوت اللي هي بعض الأحيان ما كتكونش عقلانية، كتكون هي هجومات على ذاك الشخص اللي هو في الظل ينعزل على الجماعة، لأن الجماعة كتحس به خطر، كتخاف منه، ولا هو كيشكل عليها خطر. بحال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ملي جا، هذه المؤمنين كيقدر يكون مع الناس ما كيؤمنوش، ملي جا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كمبعوث، ملي كان معاهم بالاخلاق ديالو بالتصرفات ديالو الى اخره، وفق هذيك المعطيات اللي كاينه تما، راه كانوا كيتعاملوا معاه عادي، وكيقولوا هذاك خينا راه المهم ما امين وكذا. هذاك كما كنقولوا حنايا، شي واحد اللي كيكون دغري كتقول هذاك السيد بوجهي هذا يا صاحبي، ولكن هما كانوا كيحبوا فيه ديك الخصال اللي كان كيدير معاهم. وفي واحد لوطون هو بغى يميز راسو على داك المجتمع ديالو، وجهه لانه ولاو كيخافوا منه، ولا كيعتبروه خطر عليهم، على المصالح ديالهم، على الاقتصاد ديالهم، على المصالح الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، ولاو خصهم يواجهوه. هذا هو الخوف الخطير، ماشي الخوف الفطري. الخوف الفطري راه كتبقى بالفطره، كتقدر تكتشف ملي تكبر، ولا ملي يكبر العقل ديالك كتقدر تكتشف بان داك الشيء اللي ربما كنت كتخاف منه بالفطره راه حاجه اللي هي ماشي شي حاجه. مثلا ملي تكون صغير كيقدر شي واحد يدير لك شي شكل بيدو هكذا، يعكس لك بيدو ضرب فيها الضو ويعكس لك على الحيط مثلا شكل ديال حيوان معين، وانت كتشوفه كتخاف. ولا مثلا غادي يجيب لك الأسطورة، الخوف عبر الأسطورة، هذاك كيستغل واحد الفطرة عندك، فطرة عندك انت كإنسان، كيستغلها وكيحاول ينميها لك مثلا عبر الحسي. هذا سهل تتغلب عليه، لانه ملي كتكبر وكتعانق الواقع حقيقه وكينمو العقل ديالك، كتعرف بانه داك الشيء غير اسمه الخوف الخطير، او التخويف ديال هذا الخطير هو المكتسب،
اللي كيكون مدعوم حتى هو بالخرافه، ولا مدعوم احيانا بالدين، ولا مدعوم بشي فكره من الافكار، وكتولي انت ملي كتدخل في ديك الجماعه في اطار ذاك الخوف العام، كتولي نهار كتكتشفوا مثلا عبر تحكيت مع ناس اخرين ولا كذا ولا كذا، كتولي خايف انك تبين راسك بانك متميز او لا مميز، مميز على اسمه على على الجماعه، والجماعه نهار تحس بيك بانك وليتي عزلتي راسك عليها كتهاجمك، واخا تكون عارفك انت مثلا راك ديك القناعه ديالك هي القناعه الحقيقيه. وبالتالي فتحياتي للجميع. المهم الخوف في مجمله مكتسب وليس فطري. في ساعة رمي به الأمطار فوق يقوم بردة فعل مجتذب الضحك. الله أعلم كاين اللي كيضحك خويا العربي، ولكن كاين اللي كيدير ديك. شوف الخوف راه قلت لك أنا يعني من خلال الناس اللي كتبوا عليه، أنا ماشي كنقول لك عندي دراية كاملة ولا هذا، ولكن هذاك البساط البسيط داك الشيء البسيط اللي قريت عليه هو هذا، هو هذا الفكرة. يعني الناس كتلقى دري صغيور ملي كتضربوا للفوق كاين اللي غادي يضحك اوكي، ولكن اول مره غادي تضرب واحد الوليد صغير للفوق غادي يدير ديك يعني راه خاف لا يمشي يطيح. منين جا داك الشيء؟ فطري. بالنسبه للمؤمنين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، على الفطره. بحال مثلا واحد البيسي، حيت كيتولد البيسي كتكون فيه لا كارت مير ولا كارت كدا ولا كارت كدا وداك الشيء هو مجهز، ولكن البيسي نفسه ممكن انك انت حتى تاخذو ممكن تضيف عليه شي حوايج اخرين باش تكبر له لا كارت مير ديالو، ولا دير له مايكروفون، ولا دير له كاميرا، ولا دير له كذا، ولا دير له كذا. ولكن كلشي البيسيات فيهم بعض الامور اللي هي مشتركه بيناتهم. وارجع للموضوع الاصلي، الموضوع الاصلي هو غدا الجمعه وخوك خدام وخصو ينوض الصباح بكري، ورحنا قلنا داكشي اللي بان فيه الكفايه يا خويا. شكرا على التوجيه. الاجماع ما كاينش اجماع حتى على عباده الله سبحانه وتعالى، على عباده الله سبحانه وتعالى. انا من الناس اللي ما كنعرفش بان كاين شي حاجه سميتها الاجماع. ممكن نقولوا شبه الاجماع، ممكن نقولوا تعارف بعض العلماء او لا بعض الفقهاء. تيبقى مكوينسي. يلا الخوت طولنا، تحياتي لكم جميعا، والله يبعد علينا وعليكم البلاء والبلاوات، كما كتقول لها الوالده، الله يبعد علينا وعليكم البلاء والبلاوات والافات والمعرضات، ويبعد علينا وعليكم كروانا. برافو محسن، هذيك حركه لا اراديه. راه قلنا بان الحركات اللا اراديه تكون نابعه او نتيجه لخوف بسبب شي حاجه خارجيه. المهم تحيه للجميع.